التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثوابت رؤية مصر إزاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق المتوسط، وذلك عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي نيكوس خريستوديوليدس، أكد الرئيس السيسي على دعم مصر لمساعي تسوية القضية القبرصية وفق مقررات الشرعية الدولية. وخلال مباحثات الزعيم أطلع الرئيس السيسي نظيره القبرصي على مساعي مصر المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة، مشددا على أنه يجب التوصل لاتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه. أفادت وزارة الدفاع الصينية إن الجيش سيلتزم بمسؤوليته ومهمته وسيظل دائما في حالة تأهب قصوى، وذلك بعد اجتماع رئيسة تايوان ساي إنغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي. وفي بيان لها، حثت الوزارة الصينية الولايات المتحدة على احترام تعهدها السياسي الرسمي الذي قطعته للصين بشأن القضية التايوانية. قال وزير الدفاع التايواني تشيوكو تشين إن هناك حاملة طائرات صينية على بعد 200 ميل بحري من السواحل الشرقية للبلاد. يأتي ذلك بعد اجتماع رئيسة تايوان ساي إنغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي في لوس أنجلوس، حيث أكدت رئيسة تايوان أن الحشد الكبير من سياسي الحزب الأمريكيين الديمقراطي والجمهوري الذين التقت بهم في كاليفورنيا يؤكد أن تايبيه ليست معزولة وليست وحيدة في مواجهة الغضب الصيني على حد تعبيرها. وجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي الشكر إلى بولندا على مساعدتها التاريخية في حشد الدعم الغربي لأوكرانيا أثناء زيارته لوارسو، وقال أيضا أن القوات الأوكرانية ما زالت تقاتل من أجل مدينة بخموت في الشرق، لكنها قد تنسحب إذا تعرضت لخطر الحصار. وقال زيلنسكي أن القوات الأوكرانية تواجه وضعا صعبا حقا في بخموت، وأن كييف ستتخذ قرارات مقابلة لحمايتها إذا واجهت احتمال محاصرتها من القوات الروسية. قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن السلطات الأوكرانية تحرم العائلات التي تفرض الإجلاء أو ترفض الإجلاء من مناطق النزاع إلى الأراضي الأوكرانية من أطفالهم على حد قوله. وقال وخلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، قال نيبينزيا إنه تم تسجيل جرائم ضد الأطفال في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وأشار إلى أن الممارسة شائعة جدا هي أخذ الأطفال من الآباء الذين يرفضون الإجلاء من المناطق المجاورة للأعمال العدائية تحسبا لوصول الجنود الروس. وصل الأهلي الابتعاد بصدارة الدوري الممتاز بعد فوزه الكبير على ضيفه غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة 23 من الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 47 نقطة في صدارة الدوري من 19 مباراة وبفارق 5 نقاط، وذلك عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد المحلة عند 30 نقطة في المركز الثامن. تأهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على برشلونة برباعية نظيفة في ملعب كامب نو في إياب نصف النهائي، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية لملاقات أوساسونا. وعوض ريال مدريد خسارته ذهابا بهدف دون رد، حيث افتتح البرازيلي جونيور التسجيل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، فيما فرض الفرنسي كريم بنزيما نفسه نجما للمباراة بتسجيل 3 أهداف، ليعد هذا الهاتريك الأول الذي يسجله بنزيما على برشلونة عبر مسيرته. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، وعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.